السلام عليكم. بالحكومة السابقة أعلن رئيس الجمهورية عن أنه الأموال المنهوبة العراقية اللي هربت خارج العراق تقدر بحوالي 150 مليار دولار. 150 مليار دولار العراقيين وايد كررت عليكم الأرقام بهاي الفترة، فصارت تسمعونه عادي يعني ما يشكل شيء، بس ترى 150 مليار دولار في الشيء كلش ضخم. هاي الأموال حولت إلى دول أخرى جراء صفقات الفساد وتحويل أموالها إلى خارج العراق لاستثمارها هناك. يعني يقولون بعض المتابعين أن الأموال العراقية المنهوبة صارت تحرك اقتصاد بلدان وتساهم في إنعاشها. المفارقة أن الفاسدين اللي سرقوا هاي الأموال وحولوها إلى خارج العراق موجودين بالعراق لحد هاي اللحظة، وبعضهم ربما مستمرين بنفس الطريقة. أما الحكومات فجميعها رفعت شعار إعادة الأموال العراقية المنهوبة. بعض هذه الحكومات ساهم في نهب الأموال وتحويلها إلى الخارج، والأخرى لم تستطع إعادة إلا ما لا يستحق الذكر مقارنة بما سرق ونهب. في بداية حكومة السوداني اللي تأملت الناس بها خير، عقدت راح وين ما يروح السوداني يعقد اتفاقيات مع دول عديدة. كل زيارات رئيس الوزراء يعلن فيها عن عقد اتفاقيات بهذا الخصوص، فماذا نتج منها لحد الآن؟ وما هو حجم الأموال التي أعيدت إلى الآن؟ وكيف تعاد يعني اللي تحولت إلى مشاريع اقتصادية ضخمة ومولات وفنادق بغير دول؟ ومن هي الدول التي تقبل بإعادة الأموال اللي صارت جزء من اقتصادها؟ أليس الأولى أن تتوقف عملية السرقة والتحويل من الداخل، أم أن جميع الحكومات عاجزة عن إيقاف الفساد؟ حياكم من جديد مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي الاستاذ حليم سلمان الكاتب والصحفي، والدكتور محمود داغر الخبير الاقتصادي، ومن البصره الدكتور وائل عبد اللطيف البرلماني والوزير السابق. حياكم الله ضيوف الاكارم، اهلا وسهلا بكم. اسمح لي اروح للدكتور محمود لانه عندك خلل في صوتك، خلي يسوي لك اياه. حياك الله دكتور محمود. الله يسلمك. يقولون يعني اموال العراق بالخارج قاعد تنهش اقتصاد دول بالكامل، صحيح هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولضيفيك الكريمين وتقديري لمشاهدي قناتكم. شوف احنا خلينا نتفق، هذا الأمر غير مدعم بالأرقام والإحصاءات، وبالتالي نحن راح ندخل في تحليل واستنتاج بجانب ظني مو قطعي. ليش عندك رئيس الجمهورية لا يعتبر مصدر؟ لا مو مصدر، رئيس جمهورية البلد. لأنه أنا أقول لك احنا اذا كل وزير وكل نائب وكل مسؤول يصرح دون دوكيمنت، هو لو عنده دوكيمنت كان يتحرك عليهم. رئيس جمهوريه يعني اكثر من هذا مصدر بعد منين يجي؟ هذا في عمليات استعاده الاموال بشكلها الرسمي لا يعد مصدرا. المصدر وجود اوراق تحقيقيه وقرار قضائي تستطيع الجهات الأخرى والأنتربول أن يتابعون الموضوع. دخل أحكي لك إحنا لا أنت هسه فندت هاي الإحصائية، لازم تفندها بشكل دقيق. يعني أبرهام صالح يجيب ويعبي كيف هيك مليان؟ أنا لا أقول هكذا، لكن لا يرقى التحليل. أنا أريد أحلل، يعني أقول والله أكو ازدحام اليوم راح تصير في هذا الموقع 100 حادثة. لا يمكن التثبت من هاي، خل تحدث الميت حادثة، هاي فلان ساعة هاي فلان ساعة وعندي دوكيما. لذلك العالم كله عالم إثبات، عالم سندات، عالم وثائق. المهم احنا خلينا نفرق بين قضيتين. اكو هروب أموال وهاي أنا دائما أحكيها، واكو تهريب أموال. هروب أموال بالعراق واسع بسبب عدم ملائمة البيئة للعيش، للدراسة، للطب، للسياحة، للاستقرار.
فلذلك من يملكون أموال يقومون يحولوها لإخراجها وهي أموالهم الخاصة مثبتة تخرج للخارج، هاي يسمونها ماني فلايت، هاي ما لها علاقة بها، هاي شرعية طبعا. المشكلة في تهريب الأموال اللي يسري عليها مادة غسيل الأموال. زين أنا إذا ما عندي رقم، أنا ما أقول لك ماكو غسيل، هذا هم لا يجوز أن أنكره، لكن منظمة الفاتف، منظمة العمل المالي اللي هي مسؤولة عن تشخيص، أعطت العراق الوايت زون، اللون الأبيض، وحالة حال الدول، وهذا طلع آخر مراجعة قبل 4 أشهر وأكدت أن المعاملات المالية للعراق مع نواقص، قالت أنتم عندكم مشكلة بالبيع وشراء العقارات، عندكم مشكلة بالذهب، يعني هاي عندكم بس فهمني هاي الوايت زون، يعني احنا ما عندنا مشاكل، هذا معناه انه لم ترصد هاي هاي اكبر منظمة معنية بالعمل المالي اسمها مينا فاتف. رئيس وزراءكم شو كل ساعة قاعد له بدولة ويوقع اتفاقيات استرداد الأموال المنهوبة، يعني ماكو أموال. النظام السابق يعني مو النظام السابق، النظام السابق راح أصلاً مجمدات وحولوها. عندنا قرارات قضائية، أنا أعتقد أن السيد رئيس وزراء دقيق بهذا المنحة، فلو وقع رئيس وزراء دقيق من يروح يوقع، لا رئيس الجمهورية مو دقيق من يتحدث عن إحصائيات، لا 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 ليش يعني هذا مصدر وهذا مصدر، بين التصريح وبين أوقع وعندي دوكيومنت يابا عندي فلان مجرم زين، هاي الملف مالته، هذا التحقيق أرجو أن تتعاونون وأنا أتعاون وياكم إذا مجرم من قبلكم صار عندي، وهذا التوقيع. أما أنا قاعد أقول لك سمعت هواية، لا بل كنا في جلسات ويا صندوق النقد أول ما يقعدون يقرون جرائدنا شحشت، عمي هذا عضو مجلس النواب يقول مبقنا، هذا عندكم وزير يقول هيكي، زين ما تقولوا لي احنا شلون نعطيكم قرض؟ خب طبعا مو لكنها جميعا تصريحات. هسه قبل يومين مو قال 15 تريليون اختفت؟ والاعلام سوى اثاره، هو شلون تختفي؟ هو فلوس تجي ومن هالفلوس يتم الصرف، شلون اختفت؟ تقولوا لي صار غلط ما بين الوثيقتين، اللي الوثيقه التي خرجت من مجلس النواب والوثيقة اللي كان يفترض أن توقع، تقول لكن اختفت 15 تريليون، تعرف تمام دكتور محمود يحب الإثارة، لا مو يحب الإثارة، احنا نبحث عن معلومة، هذا يعني هسه هاي قصة انه اموال العراق تنعش اقتصادات دول الاخرى، انا لا استطيع ان اقول مو دفاعا ولكني استخدم السند، لا عندي وثيقة لا اكو رقم. تمام. استاذ حليم حياك الله. السلام عليكم. شنو رايك؟ يعني احنا عندنا هالقد اموال برا 150 مليار دولار يتحدث عنها رئيس الجمهوري، ها برهم صالح. هسه لحد هاي من برهم صالح لحد الان ما ادري هي مستمره لو توقفت، هسه ماكو ناس تبوق وتحول، ما ادري يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا دكتور محمود داغر على التوضيح. بالحقيقه هو في وقت الأخ رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح من نتحدث عن 150 مليار كان غرضه خبيث وغرضه سياسي لا أكثر خبيث ولا أقل، وإلا بالفعل أنا أتفق مع الدكتور داغر على أن الذي يطلق هذه البيانات عليه بالبينة والمستمسكات. اليوم أنا لا يجوز أن أطلق حتى من خلال المنصات الإعلامية أي تهمة بحق الدكتور محمد الخزاعي ما لم أملك الأوراق، وإلا طبعا محمد الخزاعي راح يروح للقضاء ويقيم دعوة علي من حقه. طيب هذه 150 اللي تحدث عنها السيد برهم صالح، 150 مليار تحدث عنها في زمن كانت الحكومة تحت أمرته، بمعنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو كان ربيبة وهو من الساعين لتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء زين. وفي فترة مصطفى الكاظمي حدثت أكبر سرقة للمال العام، وأنا لا أتحدث فقط عن سرقة القرن بل سرقات كبيرة أخرى. أنا أقول أين كان برهم صالح من السرقات الكبرى التي حدثت أبان تبني هذه الحكومة لهذا النهج من السياسة، وأقصد حكومة مصطفى الكاظمي. تمام أنا هسه هنالك أموال أستاذ حليم بس بحلي. أنا استشهدت
لانه الوحيد اللي مصرح عن احصائيه. نعم، ماكو غيره واحد حتى بتحدث عن احصائيه. بل وبما انه هو رئيس جمهوريه سابق فهو بالنسبه لي مصدر كاعلامي انا. وانا اقول من خلال هذا البرنامج، انا اسمح لي، وانا اقول يعني من خلال هذا البرنامج موضوعي، انا اقول لك، انا اوجه الان كلامي الى السيد برهم صالح. اذا كان لديه احصائيات واذا كان لديه ادله وهذه التحليلات ربما والبيانات، عليه ان يرسلها فورا الى هيئه النزاهه، ويفترض هيئه النزاهه ان تقوم بالتحقيق الكامل. تمام. واخذ القضيه بشكل جدي. تمام، احنا عندنا اموال هسه بغض النظر عن الديكومنتس، بس احنا عندنا فاسدين حولوا اموالهم خارج العراق لهم أخذ. هو هذا عن اللي اريد اقوله. نعم نعم، هنالك كثير من الشخصيات العراقيه منذ 2003 واحنا 2024 والتي تورطت في سرقة المال العام، كثير من هذا المال نقل إلى خارج الحدود. لكن بصراحة أقول لك، كيف نقل في أي دولة؟ هذا هنا يجي شغل الأجهزة الرقابية. اليوم الأجهزة الرقابية في هذا المجال أنا أقول لك هي ضعيفة. نعم، ذهبت هذه الأجهزة الرقابية إلى دول الجوار وإلى دول أبعد من الجوار لتوقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الجانب، لكن أقول هذه الاتفاقيات إلى أي حد؟ ها؟ يا اتفاقيات قصدك؟ اتفاقيات خلينا نقول تبادل ذول المجرمين، عندما العراق يطالب بفلان الفلاني اللي ثبتت عليه تهمة مثلا سرقة المال العام أو أي 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 مخالفة أخرى، أنه هذه الدولة اللي وقعنا وياها اتفاقية إلى أي حد أنه تتعامل مع هذه الاتفاقية؟ أنا أقول لك يعني مجرد أعداد بسيطة لا تتجاوز عدد الأصابع اللي جلبوهم للعراق. كثير من الدول توقع وياها لكنها عنيدة، وأنا أضرب لك مثل. وأتذكر كانت حلقة مهمة جدا معك دكتور، تحدثنا عن المذكرات الحمراء التي أصدرتها هيئة النزاهة بحق مدير جهاز المخابرات، مدير مركز رئيس الوزراء السابق السيد رائد جوحي، وأحمد ما أعرف منه سكرتيرة، وحق وزير المال نجادي، وحق وزير المالية، وأظن المستشار السياسي مشرق عباس، أظن هذا الشيء. أنا أقول هسه صحيح السيد علي علاوي إجا برجلة وإجا لهنانا وما أعرف شون برا نفسه ورجع، لكن البقية صارت عندها القدرة الحكومة ها من خلال هيئة النزاهة أو من خلال الانتربول أن تجلب رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد نجادي أو أسماء أخرى؟ لا، أنا أقول لك لا، ولا واحد. ولا واحد هسه مو بس دول. السؤال هنا هل الحكومة هي اللي مغلسة؟ أنا أقول لك لا، ما أعتقد الحكومة مغلسة بقدر ما أن هذه الدول تستهين بالاتفاقيات اللي وقعها العراق. أعتقد يرادنا كل ساعة رايحين موقعين هو هذا يراد. هذه دروس، هذه دروس لهذه الحكومة والحكومات المقبلة. دول الفاسدين اللي قاعدين بلندن وقاعدين بأمريكا وقاعدين بالإمارات وقاعدين ما أدري وين، مختلف دول العالم، ذولا من باقوا هنا، خلوا فلوسهم هنا وراحوا لهناك. لو اكو بعضهم هنا لحد هاي اللحظه اكو هنا. انا اريدك والعباس ابو فاضل هنا موجودين وباقي وحولوا فلوس للخارج. انا اريدك بعد ولحد هسه موجودين، ما ادري هسه بيبقون لهم دكتور مرة. انا اريدك بعد تروح اعمق بالفكره، من يحمي هؤلاء الفاسدين؟ نحن نتفق على ان هنالك طبقه هسه ربما سياسيه اقتصاديه، رجال أعمال كبار لا أعرف، ربما من مجلس النواب، لديها سلطة النفوذ الكبرى لحماية هؤلاء الأشخاص ربما من العمل أو نقل الأموال خارج العراق لدول أخرى لغرض استثمارها. طبعا مو بس استثمارها، وتكثيرها. تمام أستاذ وائل عبد اللطيف، حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك. عندنا شقين، اكو اموال منهوبه خارج العراق، اكو جدل بالاستوديو حول الوثائق اللي تثبت عدد الاموال، هي غير مثبته لانه بصراحه يعني ماكو احصائيات دقيقه. الشيء الثاني، هل توقف الان نهب الاموال العراقيه وتحويلها للخارج؟ اليس من المفترض انه الان على الاقل انه تمام نوقع اتفاقيات مع دول اخرى، بس بنفس الوقت نوقف النهب اللي بالداخل؟
شنو اللي يتوقف عندنا؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك إلى ضيفيك الكريمين كادر ومشاهدي قناة الأيام الكرام جميعا. تعرف أستاذ محمد أن السارق لا يترك وثيقة، يعني هو بالأساس سارق، فمن يكون سارق يعني أعماله كلها مخفية من الناحية الفعلية، وهذا جواب على الأخوين أنه السارق ما يترك وثيقة حتى لا 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 ينضرب عليه. عندنا آخر حدث اللي أطلق سراحة السيد رئيس الجمهورية عند 180 مليار اختلاس وطلعوا بعفو خاص، قال والله مريض السرطان وعمره 55 أو 56 سنة. يعني هي الدولة عندها مجاملة مع الفساد، حقيقة عندها مجاملة مع الفساد. هذا ما يتعلق بالسرقات الداخلية والخارجية معروفة أستاذ محمد. عندما أجينا بال 2003 خيرهم ما كان عنده 300-400 دولار مو أكثر. الآن شوارع بأكملها، جامعات، مستشفيات، الكثير من العمارات السكنية اللي بس تروح تسأل عنها في بغداد، هاي المن يقول لك هاي لفلان ابن فلان كان عربنشي، هاي المن هاي لفلان، هذا المن المول هذا لفلان، هذا المن هذا الكذا. الفساد هو اللي قاعد يقرأ ويعبر عن نفسه، ما يراد له لا دليل ولا شيء، هو ماثل أمامنا كل احنا نشاهده يوميا. نشاهد هذه القصور العملاقة، نشاهد هذه العمارات العملاقة، نشاهد هذه الشوارع الكبيرة التي نبه عنها العبادي في يوم من الأيام في رئاسته من عام 2014 إلى عام 2018. المسألة الثانية، الأموال اللي هربت طبعا راحت إلى بنوك بيروت وراحت إلى إيران وراحت إلى بعض الدول التي ينتمي إليها هذا الهارب أو السارق. مثلا تجي هاي محددة علاقاتها، مثلا لندن، أمريكا، إسبانيا، أستراليا، وكثير من الدول التي استقبلت أموال حقيقة كانت تفزع منها فزعا. ليش؟ لأنه ما معقول هذا الشخص في يوم وليلة جايب لنا 5 مليون، 3 مليون، 4 مليون، 10 مليون دولار. هذه قضية يعني فيها نظر كبير، والسند مالنا نحن هو خطب المرجعية لأكثر من سنة كاملة. عبد الفهد الكربلائي في خطبته السياسية الأسبوعية يقول أحيلوا كبار رؤوس الفساد إلى القضاء، وهذه العبارة ترددت أكثر من سنة تقريبا وما قدر واحد يتخذ أي شيء. ليش؟ لأن الفاسدين كبار، لا الشرطة تقدر لهم، وهم الدولة، هم الدولة، هي الدولة فاسدة، في رئيس الدولة فاسدة، وبالتالي قال لقد بحت أصواتنا وغلق الباب المرجع عن مقابلة أي سياسي في العراق. شنو معناتها؟ معناتها غير مقتنع وغير راضي لا بالإداء ولا بالفساد الذي حصل في العراق من 2003 إلى الوقت الحاضر. زين دكتور، الآن عندنا يعني عندنا محاولات صارت، شفنا رئيس الوزراء وقع بفرنسا، وقع بالأردن، وقع ما أعرف وين، وقع 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 هواية وقع. هاي الأموال اللي قاعد يقولون إن هي تنعش اقتصاديات دول أخرى، يعني معقولة سياسي عراقي أي سياسي ما يعرف إنه هذه الأموال أو هذه الدول اللي تمتلك أموال عراقية بهذه الطريقة وتنعش اقتصادها ما ترجع الأموال، حتى إذا رجعتها ما ترجع حبلاش؟ ماكو جهة بالعراق جادة في متابعة المال المسروق، ماكو. راحوا إلى مصانع الشاي، راحوا إلى دول مثلا في ألمانيا لقوا 4 قنصليات تأخذ أموال ورواتب وهي ما عندها كل أساس على الواقع، يعني لا توجد، وبالتالي هذا نوع من السرقات ترتكبه دوائر الدولة. الدولة هي التي تسرق نفسها، عجيب هاي، طبعا ما صايرة بكل دول العالم.
يا أنا أقول يا أستاذ محمد، إحنا صار لنا أسبوع يتداولون الموازنة العامة للدولة. الموازنة صارت مال 3 سنوات 23 24 25، يفترض 24 تنفذ من 1/1. إحنا اليوم في نهاية السابع، وشنو بالله يقولون الجداول التي رحلت من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب؟ أكو بيها خلل 15 مليون أو 15 تريليون. هاي كارثة، هاي مصيبة كبيرة، عيب. مخازي قاعد تتداول عليها وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدين شنو قالوا؟ قالوا والله هاي 15 راح تتوزع على الأحزاب، ويا أحزاب، هي الأحزاب كلها صارت إمبراطوريات مال مال، وبظهرهم أسلحة تغطيهم، فصائل مسلحة تغطيهم، وأموالهم أصبحت أموال طائلة. زين شنو المناسبة أن تنطونهم أنتم أموال بيا حسبة وتضعونها بالموازنة اللي هي لحد الآن ما منجزة، ولا حسابات ختامية ولا خطط تنمية؟ دولتنا غير الدولة، دولتنا إن نكون واقعيين وفعليين وحقيقيين مع أنفسنا، نحن في اللا دولة، نحن في الفوضى، نحن في السرقة. زين، هسه حكومة قاعد تشتغل، قاعد تقولون إنه هاي الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة، قاعدون على الكرسي، وهاي هي غير يروح يشتغل. هو شنو واجبه؟ هما قالوا احنا حكومة خدمات. شنو هي الخدمات؟ الكهرباء. بينك بين الله تشوف كهرباء انت بهذا الصيف؟ زين، هاي حكومة الماي، حكومة النظافة، حكومة الشوارع والسيارات والآليات، اللي هو مشروع انطرح من 15 سنة مترو بغداد، وإلى اليوم لم ينجز، إلى اليوم لم ينجز. والله أنا حضرت العملية، المشروع اللي قدمته شركة فرنسية، وكان وزير الكهرباء في ذلك الوقت قال تفضل شركة الستروم أو كذا الفرنسية اللي راح يسوون مترو بغداد. 15 سنة يدرسون شلون يسوون مترو بغداد، هذا مو شغلكم عمي، هذا مو شغلكم. هو قدم ملف فني وملف اقتصادي، وبالتالي هذا مو شغلكم. طولوا لكم ويا اسبوع 10 ايام، وانتم لو مسوين هذا المترو لستم بحاجه الى هاي المجسرات اطلاقا، ولا تحتاجونها، لانه ما راح تحل المشكله اللي واقع بها بغداد. تمام، مؤسسين شوارعها على 300,000 سياره. تمام دكتور وائل، احنا بال5 ملايين سياره صارت. تمام، ما راح ارجع لك مره ثانيه. الان عندنا اتفاقيات ما جابت شيء. انا قريت يعني 20 مليون دولار 20 مليون دولار استعادوها من، و70 مليون دولار استعادوها خلال هاي الفتره صندوق اعاده الاموال من هو بعتقد هو تابع للنساء. اي وذني يمكن من اموال النظام السابق اللي هن اصلا المجمدات. نعم. وحتى الدول هي بلغت عنهن، يا ترى هاي اموال مال النظام السابق تعالوا خذوها. صحيح. زين، احنا عندنا الان في هذا الوقت، هل توقف نصف الاموال العراقيه الى الخارج ام لا؟ انا اتحدث عن غير المشروعه. شوف، انا لا شك، انا لا انفي الفساد. ايه؟ ولا استطيع القول انه احنا عندنا مشاكل كثيره، والا هذه الحصيله كيف حدثت؟ كل الاموال اللي انفقت وصل للعراق فقط من الدولار 1,300,000,000,000. شنو هاي؟ هاي ايرادات النفط من 2005 وانت جاي. ايه؟ فهل فعلا اكيد؟ لا عفوا، المعلومه شويه ما وضحت. المعلومه انه العراق تم حساب ايه؟ مجموع الايرادات النفطيه الدولاريه ايه؟ التي دخلت العراق من 2005 وحتى السنه الماضيه اعتقد 22. ايش قد صارت؟ 1,300,000,000,000. تريليون و300 مليار مليار دولار. دولار، هذا مبلغ ليس قليل. إيه؟ لا، بل المبلغ الذي دخل العراق إيه؟ بالسنوات الاخيره مبلغ كبير. زين، مقابله إيه؟
نقول الاداء 100%، لكن انا اللي اقوله حسامي يقول لك هاي دوله وتصرف وبها موظفين وبها رواتب وبها تشغيل وبها كذا وبها كذا. هو ال 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 بس هاي تريليون و600 مليون دولار 300 مليار، يعني 13,000 مليار دولار، يعني 13 وقدامها 12 صفر، 13,000 مليار دولار من 2005 لحد الان احنا صارفين. نعم. صارفين احنا لا هو طبيعي شيء لا مصروفات لا مصروفات طبعا ومديونين احنا فوقين. هسه الدين الخارجي شويه قل بس الدين الداخلي قاعد يزيد. يا رحم الله والديك. هسه الدوله من 2005 خلينا نحسب ايش كم سنه دوله تصرف عليها هذا المبلغ من ايش قد 2005 ايش قد ايش قد عاوني ايش كم سنه صار لنا من 2005 لهسه دكتور حتى لا تصير حتى لا تصير مبالغه انه غني كل 19 سنه كلهن انهدرا نقول 75 لا 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 لا, لا بس وقف راحه ورواتب. يا دكتور محمود بس انا اقول انها ذهبت للفساد بس لا لا بس اسمح لي انا اقول هذا المبلغ لا هذا يناظر لا بس اسمح لي المبلغ اسمح لي هاي المبلغ لو يعني انصرف بهاي الدوله يعني لو مصروف هذا المبلغ بغير دوله ممكن على بنائها على اعمارها صارت هاي غير شكل اصلا ما موجود مثلها مثيل. هذا محتمل ولكني عندما اقيس الفساد كحاله واقعه يجب ان اشخص بسند. نعم السارق ما يترك مثل حديث السيد القاضي محترم لا نستطيع تشخيصه، ولكن مثلا انا اقدر اشخص لك انه مشكله مثلا الجمارك سابقا اقول لك يعني احنا سنويا نمول بحدود 60 مليار دولار استيرادات، الجمارك ما توصل لنا حتى 1.5 مليار. زين نتمنى السنه شويه الامور تتحسن، لكن المطالبات اللي انت هو عنوان هذه الحلقه المطالبات يجب ان يكون وراها اثبات والمطالبات يجب ان يكون يعني انت انا سمعت عن وزير كهرباء هرب سمعت عن وزير دفاع هرب قديمه صحيح يعني يمكن احنا بهاي السنوات الاخيره انا الان تقول لي اقول لك والله الناس قاعد تشتغل اكو مبالغه لا بل اقول لك اكو مبالغه بالعمل يعني اكو مجسرات اكو طرق لا والله انا اشد على ايديهم زين انا شخصيا لا استطيع ان اقول ان هذه الحكومه تساوي بعض الحكومات التي لم تعمل تمام انا مالي هذا الموضوع بما انه موضوعي حول هذا تمام ماكو مشكله هذا مو بلاش لا بالعكس ماكو مشكله يعني هم لازم واحد ينصف الناس طبعا بس انا ايش اقول انا اقول بما انه موضوع حلقتنا على الاموال اللي بالخارج شفنا رئيس الوزراء راح وقع اتفاقيات مع هذه الدول شنو اللي رجع لنا من هذه الاموال اكو لو ماكو اكو اشياء هاي القليله اللي ذكرتها ذني اي هاي الاشياء القليله واللي يذكرها يمكن السيد رئيس النزاهه واكو عليهم ذني البطاقات الحمراء اللي ايضا مشخصهن واللي هو ماشي عليهم يعني قاعد يتابعوها لكن نحن نحتاج الى جهد اكبر لا للتوثيق لا توضح ها توضحت لي اشياء هسه مهم جدا يعني اذا ما عندك توثيق ايش قد بهاي الدوله طالعت لك اموال مسروقه بس اسمح لي انت رايح توقع اتفاقيات على شنو عندي اموال وما ادري بهن ايش قد لا اكيد وقع. غير اكو لازم عنده سيد رئيس الوزراء لازم عنده بس زين اذا عنده وينهن والله احنا هاي الدول ما انطتنا اياهن لو هو ما قدر يجيبهن لو شنو انا متاكد انه لو الملف متكامل وجاهز وموثق وبقرارات قضائيه رصينه سيتمكن يعني هسه انت هم حيرتني بزماني يعني هو زمان احنا كنا حايرين بهاي الشغله انا قاعد اقول لك احنا لو نتحدث ونقول انبقنا وما وهذا حديث لا ينتهي يجب ان نوثق ونشتغل عندنا قضاء عندنا رقابة مالية هسه والله العظيم هسه ما يحتاج هسه يجينا من لندن حافي كاتله الضيم صح؟
يجي هنا يرجع الملياردير يا اخي. هو هذا هسه اللي قلته انت، هذا وزير الوزير، هذا الوزير هذا هذا اللي صعد الدولار، هذا السيء، هذا ابن عائله ارستقراطيه. ارستقراطي، وانا شو اسوي بالارستقراطي؟ هو واحد فقير يعني يعرف كارت احمر. احنا ايش حكينا؟ مو هو يقول يجيك حافي هسه، هذا هذا يجي حافي، يجي لابس ارماني، شنو هو سارق؟ انت بالنتيجه تتحدث عن السارق. انا اريد افتهم. راح اقول لك شغله، شوف اغلب وسائل الاعلام الان الغريب بيها شويه، انا من اجي يمك يعني هذا الموضوع يعني اقرصه احكي، اغلب وسائل الاعلام الان ما اعرف ليش تمتنع ذكر اسم نور زهير. نور زهير وانا اقول لك صدق والله العظيم نقطه سوداء راح تصير يعني في تاريخ. لا 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 نقطه سوداء، انا راح اعيد لك يعني ما يتقبلوني احد يحكي على نور زهير. اغلب وسائل الاعلام الان بدت بشكل غريب تتناسى بتعمد ولا تنصح ضيوفها ربما، ولا تشجع ضيوفها على ذكر اسم نور زهير. يعني يقولون لهم لا تحكون على نور زهير؟ ما يعني ما قايل لي انا واحد ما يجرى يقول لي بس يقولون لغير ضيوف؟ اي والله يقولون لا تحكي عن زهير، يعني بمعنى بشكل مباشر او غير مباشر. ونقطة سوداء راح تصير في تاريخ حكومة السيد السوداني هو نور زهير. ليش؟ لأنه في بداية تسنمه للمنصب تعهد باسترجاع كل الأموال اللي سرقها نور زهير، واحد. اثنين، بفضح جميع الأسماء المتورطين مع نور زهير. ثلاثة، إنزال أقصى العقوبات بحق هذا السارق. الآن هذا السارق حر طليق في بغداد، في دبي، ويقال يتحدث كثير من النواب الآن يتحدث، يقال إنه لحد الآن نور زهير شركاته تعمل ويستلم حتى عقود عمل من بعض وزارات الدولة. بزغل هسه يقولون يعني هسه نور زهير هسه يعني جاي يشتغل مقاولات. لأن تدري ليش؟ إيه؟ لأنه نور زهير نسيت سالفته. إيه؟ والنسيت اللي 3.5 تريليون دينار عراقي، مو صحيح؟ يمكن مليارين و800 3.7 تريليون 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 انست. فهذا اني شو يقودني اني من اقعد يعني نور زهير مثلا شنو هالقوه اللي يمتلكها؟ انه الحكومه تراخت وهيئه النزاهه تراخت والقضاء ايضا تراخى عن هذه المساله. هسه طبعا يجوز يزعلون القضاء زين. لا عمي لا تزعلون من عندنا، اني اريد افعال، هاي الافعال موجوده امامي، هاي نقطه. الشغله الثانيه شوف اقف انا لا اريد اركز عليها القصه هاي حتى لا تصبح غير تعجبك بس انت تحكي بيها. انا احكي لين اولا ما اخاف، ثانيا ما تهمني سوالفهم كلهم زين. المعلومات تقول انه نور زهير مديده بحل كل الموجودين من القيادات الا بعضهم، يعني كم واحد من عندهم ما قدر يوصل له والباقيين كلهم شركاء. ما اعرف صحيح هذا الكلام؟ ما اعرف. مرة أخرى أقول لك إذا ما أمتلك البينة والدليل ما أقدر أقول فلان متورط مع نور زهير. لكن أستاذ دكتور لكن نور زهير واضح جدا هيئة النزاهة والقضاء هو اللي قال أخذ 3.7 تريليون دينار عراقي من أموال الضريبة زين. صحيح من الأمانات الضريبية هي الحكومة قالت، والسيد رئيس الوزراء طلع في مؤتمر وخلاله مننا كم مليار ومننا كم مليار على الميمنة وعلى الميسرة، ووعد الشعب العراقي في خطاب ناري قال لهم ذني أموال العراقيين إلا أسترجعهن. لكن لحد الآن لم يسترجع من هذا المبلغ اللي ذكرنا يمكن 20% إلى 25%. يعني الأموال اللي عيدت لحد الآن ما تعادل 20% من اللي ماكو. أنا أقول لك ماكو، ولو كانت هو نفسه هو هذا نور زهير مو هنا. أنا أقول لك ولو كانت أكو أموال لو شنو؟ ولو كانت هنالك أموال معادة لكانت نومست بها الحكومة العراقية وطلعت البيانات هيئة النزاهة والكذا، حصلنا 150 مليون دولار أو 200 مليون دولار من الأموال اللي كانت في عهدة السارق نور زهير. لازم نركز على هذا المصطلح زين. الآن نور زهير يقولون عليه حج نور ويصفونه بالسيد النبيل. نور زهير ترى مسارق، الآن يروجون لهذه الفكرة من تقعد مع بعض الأسطولة هنا في العراق
يقعد يحكي وياك يتكلم بهذه الصيغه، يقول لك يا عمي هو الرجال ما سارق، عنده شركات وهو كان وسيط لغرض استحصال هذه الاموال لشركات اجنبيه، هو ما سرق. يا ابا من السرق؟ يقول لك اكو جهات اخرى ورطت النور زهر، باوع الافلام اللي قاعد يطقونها علينا هنا. ولذا قضيه اخرى هسه اسمعها هاي. من استلم السيد السوداني ومن انطى ثقته الى محافظ البنك المركزي السيد الحالي السيد علي العلاق؟ انا اقول لك مزاد العمله، مزاد العمله قيمه الاموال اللي طشرت بين السعر الرسمي والسعر الموازي بحدود 6.5 مليار دولار. شنو طشرت يعني؟ انا ما افتهم شنو طشرت يعني، شنو الفرق؟ سواء منين، سواء من موضوع اللي ينطونا نقدي ومن موضوع اللي قاعد يتلاعبون به من خلال الفاتورة المضخمة. يعني هذا شنو هذا، وين يروح؟ أقول لك أستاذ اليوم أنطيك 10 مليون، اسمعها رياضيات هذا الدكتور قاعد هو أبو المفهومية. أنطيك 10 مليون بسعر 1320 للدولار، أنت تروح تبيعها بالسوق نفس العشرة مليون 1460 دينار عراقي. شوف هذا الفرق، هذا الأرباح غير وينه؟ غير أرباح هذه. منو استفاد منها؟ منو وراها؟ أكو ناس غيرهم مستولين القصة. منو وراها؟ هذه أستاذ الدكتور. منو وراها؟ أنت جاوبني جاوبني. هذا المبلغ. أستاذ وائل ينتظرني. فرق السعر الموازي هذا اللي 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 إحنا صار لنا مزاد العملة نصيح نقول لازم ينتهي مزاد العملة. تمام. ولازم هو تقريبا انتهى الآن. لكن هذا أكو واحد حاسب عليه؟ ما حد حاسب عليه. يوميا يطلعون موضوع. غير أرباح هو هذا. غير واحد قاعد يشتري ويبيع. هو 90% قاعد يروح حواله. تمام. من يروح حواله راح برا بعد شنو يبيع هنا؟ انا اقول لك يجيب بضاعته. تمام. يغليها. اي استاذ وائل، استاذ وائل ينتظرني. اي استاذ وائل تفضل تفضل. نعم والله بيك حكي كود. نعم مالتك فينا. مال نعم مالتك هاي ما ادري شنو هي. تفضل. هو كلش ما يحب النور. بس ايش اقول انا؟ ايش اقول؟ انت سؤال براحتك يلا ايش تدري تقول؟ استاذ وائل تسمعني؟ نعم هي اسمعك تفضل. زين احنا وين رايحين بهاي يعني الان؟ شوف ذكر الاستاذ حليم سلمان على قضيه مزاد العمله، تدري اكو بنوك الان عربيه تشترك مزاد العمله وايضا هم راح ام شاي تاخذ ارباح وتحول اموال خارج العراق. زين جماعه يريدون يوقفون الاموال، اليس المفترض انه احنا هنا نبديل او برا؟ اولا هذا البلد يفتقد الى الشفافيه. ايه ولما كان احنا قاعد نتكلم بالديمقراطيه فالديمقراطيه تساوي الشفافيه. ايه اثنين احنا بلد المعلومات كلها مخفيه عن ابناء الشعب ولا تنعلن اصلا. هذا المصرف اللي تتحدث عنه هو مصرف اردني. ايه وارباحه طائله جدا. وتعالوا سووا أنبوب نفط مدوا إلى العقبة حتى تعينون إخوانكم الأردنيين اللي طبعوا وتوصل من هناك إلى الكيان الصهيوني. زين ولازمين سماعاتهم ويخطبون وين ما يروحون، راح نسوي لكم أنابيب، راح نسوي لكم كذا. ما سوون بلدكم هسه حتى سوون للأردن وسوون إلى يسوي محطة مال بنزين في كذا. ليش انت ما تسوي بنزين بالعراق؟ ليش ما تسوي بتروكيمياويات في العراق؟ مو هاي الموجودة الشركة العامة للبتروكيمياويات في البصرة؟ ليش ما تعين أهل البصرة الفقراء؟ شنو بناءكم البصرة يعني أغنياء زناقين؟ لا أغلبهم فقراء ونسبة الفقر عالية جدا والمفروض تعالجون تصلحون بيتكم وبعدين روحوا صلحوا بيوت الوادم. هاي صفقة القرن أستاذ أحمد كل الكبار مشتركين بها. كل الكبار أول واحد مشترك بها هو مدير الضريبة. اللي نقل ثاني يوم، اليوم صار الحادث ثاني يوم النقل. وبحثوا عن أسباب نقله ليش النقل من مكان إلى مكان آخر. إحنا شفتوا هيثم مثلا الجبوري اللي طبق قاعدة 1320 و 1450 حكى ويا القضاء قال لهم انا بذاك الوقت اخذتها
بهذا الرقم، وهسه راح استردها برقم ثاني ان شاء الله بيها شيء من هاي التمام، لان المبلغ كبير. احنا استاذ وائل عفوا انا ما فهمت قاعده الكذا وقاعده شنو هاي؟ على سعر الدولار؟ اي الدولار بين 1320 وبين 1450 مثل ما تفضل الاستاذ. زين هو شنو طبق؟ فقعد طبق قال لهم انا من 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 صارت الفلوس عندي كان سعر هذا 1320 تمام، على ال 1320 مو تحسبوا لي على ال 1450. قصدك بنرجع الاموال؟ ومرر ومرر هاي المعادله على حتى القضاء، مررها حتى على القضاء وجاب جزء من المبلغ اللي عنده وترك المبلغ الكبير اللي موجود. وبدا يطلع ويا زهير في دبي في تركيا في بعض الاماكن. احنا بلد مسلوب، مسلوب الاراده، مسلوب الأموال، مسلوب الشفافية، مسلوب المصداقية، وبالتالي لا يعول على أي تصريح لأي مسؤول في هذه الدولة. والسلام. أكو جواب أستاذ محمود على هاي القصة اللي ذكرها الأستاذ حليم؟ والله أنا أقول لك يعني هذا الألم اللي بداخلنا كلنا على يعني حجم الحصاد الغير جيد. بالحقيقة المشكلة هي مشكلة شفافية، وحتى لو شخصت أمور يعني اليوم عندنا قضاء، هذا القضاء أنا إذا القضاء ما هو ليأخذ الحق لعد منه هل أستطيع أنا بيدي أخذ حق؟ ولذلك أنت تشوف هوسة صاير العشائر من صفحة متهوس وفلان، لكن أنت تقول لي شقد المبلغ برا أنا لا أستطيع أن أعطيك. أكيد لأنه يجوز 150 يجوز أكثر من هنا، يجوز أقل ويجوز أكثر. زين بس هو المهم يعني هاي منافذنا الحدودية اللي قاعد يطب بيها الصالح والطالح. متى أصبح العراق مقر توزيعي للمخدرات؟ متى أصبح العراق ساحة يبيعون بأسلحة وكذا ويصدرون؟ متى أصبح السيئين مسيطرين على الشارع؟ وهاي الأزمة الأخيرة مثلا أزمة الأجانب اللي يجون ويتيهون، هل تطالب مني كمواطن وكمحلل وكاقتصادي أن أستطيع؟ أنا أقول لك أنا أشير إلى هذه الأمور، لكن عليهم أن يقوموا باتخاذ الإجراءات اللازمة. هي قضية واضحة كالشمس تيهوها علينا يا هي مالت نور، مالت نور مو تيهوها علينا. على نور ترى اكو اضرب من نور، هسه اضرب من نور دخل نكتشفه ذاتك. هذا اللي قلته انت اضرب من نور. اي هذا الرقم اللي مدري ايش قد حتى ما اقدر ارفعه انا، كبير يجي هذا اللي اخوي هسه مثلا اللي انصرف على يعني البلد وهذا البلد تشوفه. شوف بعده كارثه يعني. نحتاج الى كثير عمي، نحتاج الى كثير من الشغل. يعني احنا فرحانين بجسير، فرحانين بكذا، سووا لهم مجسر، سووا لهم كذا، وهاي الاموال اللي والله فرحانين بلا تقول لي انا فرحان. لا هسه فرحان اللي بالعافيه ما يخالف بالعافيه. اي انا فرحان. لا انا اتحدث عن حجم الاموال. الفلوس قاعد تروح تصير بمكان معروف. ايه لكن اللي ما عرفنا شنو صار. ايه ولذلك انا أكرر وأناشد وأركز يابه، ادخروا شوية من الفلوس اللي قاعد تجيكم. إذا سعر النفط ب80 وما ضميتوا لكم كم فلس الأجيال المقبلة وظالين كلها تصرفوها، يمتى تضمون وتدخرون بعيدا عن الأحزاب وبعيدا عن الموازنة والمحاصصة؟ هذا نداء الدائم لهم. يعني هسه هم دخل لي سدون ديوننا، احنا عندنا ديون هسه مطلوبين. هسه ديوننا خارجيه تقريبا انخفضت الان اقل من 9 مطلوبين. المشكله الدين الداخلي هذا اللي قاعد يعجبني. 81 دولار ليش يتداين؟ يعني النفط لم ينخفض عن 80 مليون. صح. ليش يتداين؟ هسه انتم ما تعرفون شويه تقشفون؟ شويه تلمون ايدكم؟ شويه تقللون؟ هذا الموضوع. أكو أمل بهاي القصة ولا لا؟ يعني شوف
خلينا نتحدث بصراحة، لازم احنا نشجع اي عمل. هسه احنا شقد نقدنا الحكومة، اي عمل تقوم به الحكومة تصرف بعض الأموال على تقديم الخدمات للمواطنين، جسور، مجاري، مياه، كهرباء، تعبيد طرق، مستشفيات، مدارس. مشجعين بصراحة أقول لك، مشجعين ولا مشجعين؟ إيه دكتور محمد، بصراحة أقول لك، تقول لي هاي الحكومة عدها هذا النشاط، أقول لك إيه. تقول لي كل الوزارات، أقول لك لا. تقول لي رئيس الوزراء مركز، أنا أقول لك يعني هو كفرد مركز في هذا الموضوع ويريد قدر الإمكان أن الأموال، أغلب الأموال تذهب فعلا لهذه المشاريع. هسه يجوز يطير منها 5% 10%. ايش قد جدية رئيس، ايش قد جدية السوداني في مكافحة الفساد، مكافحة كبار الفاسدين؟ اكو جدية الآن تشوفها؟ شوف زيارته الأخيرة إلى هيئة النزاهة، أنا قرأت من خلال عيونه فيها عتب كبير على الهيئة. لا الهيئة تسمعني؟ اسمع كلماتي؟ يعني أنا حسيت دي يقول لهم انطيتكم مطلق الصلاحية، وأنت يا رئيس الهيئة انطيتك صلاحيات مطلقة، وقلت لك أني ما عندي خط أحمر على أي ملف موجود. وأنا شخصيا حليم سلمان، وهو يسمعني، سمعتها من عنده من السيد رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، قال رئيس الوزراء ما عنده خط أحمر على أي اسم، وانطانا الصلاحية الكاملة. طيب السوداني هو يجي ينزل من موقع أدنى ويعوف الدولة بسياستها الخارجية والداخلية والأمن والهذا، ينزل دوره يشتغل بهيئة النزاهة؟ ليش يعني؟ صعبة صعبة. ليش الدولة تي؟ مشكلة بلدنا انطى شنو؟ انطى الصلاحية. بلدنا شنو؟ انطى الصلاحية لهذه الهيئة. حتى هيئة النزاهة، ترى هيئة النزاهة مو أكبر من المحاصصة ولا أبداً من نعم الجماعة نعم المسيطرين نعم على الدولة. إيه. مو صحيح؟ نعم، بس تقول لي هاي الحكومة زين، عمر الحكومات اللي اجت راح اقول لك فالشغلة تفاجئ عليها. احنا شيء ايجابي وشيء سلبي، هذا السلبي في هذه الحكومة من الشكلة الحكومة الأولى اياد علاوي المؤقتة وبعدين السيد الجعفري والسيد المالكي إلى آخره. لا، أكثر حكومة تعاملت بالمحاصصة هي حكومة السوداني. بالمحاصصة؟ إيه. شلون؟ واضحة جدا المحاصصة. لو تموت أنت دكتور محمد الخزاعي وأنت كفاءة وتملك كل الإمكانيات أن تصلح، مثلا تصير مدير عام مثلا في وزارة التجارة أو في وزارة الصناعة أو في وزارة الإسكان والإعمار، إذا ما أنت تتبع إلى جهة حزبية يصير عمرك 200 سنة وما تقدر تصير مسؤول قسم. يعني أكثر حكومة تعاملت هذا واقع حكومة السوداني. نعم، هي حكومة السوداني كلها صارت محاصصة، بالكولكليتر يحسبون الأحزاب اللي شكلت هذه الحكومة إن كانت كردية أو سنية أو شيعية، بل حتى الأقليات، وأنا هذا يعني كلمة الأقليات، المكونات الأخرى بدت الطالب حتى في المؤسسات، أني مسيحي وين مكاني هنا، أني صابئي، أني ما أعرف شنو وين مكاني هنا. هذه مؤشر خطر. أنا ما أعرف رئيس الحكومة منتبه لهذه القضية أو ما منتبه. أنا أقول لك أكثر الحكومات صارت بيها موضوع المحاصصة هي حكومة السيد السوداني. شكرا لك أستاذ حليم سلمان، شكرا لك دكتور محمود داغر، شكرا لك أستاذ وائل عبد اللطيف من البصرة الفيحاء. لا والله أريد أشفت شيء هيك يعني. المعطاء أحبها كلش. شكرا أستاذ وائل. أكو مداخلة؟ بالعافية على البصرة المعطاء. بالعافية. شوف المعطاء حبها. يا مرحبا، مشاهدينا الكرام.